معنا الضيف كذلك اليوم ناخذ من الماستر والمعالج. ترى اشوف شجر عندي انا. ها زين. ابو فارس محمد بن مارقه السريعي، يا مرحبا ويا مسهلا، حياك الله يا اخوي ابو فارس. الله يحييك. يا مرحبا بك، والله يطول بعمرك. والحقيقه انا اتشرفت، لا انا ولا زملائي، باستضافتكم لنا في قناة الواقع. والواقع هي الواقع بكل ما تعنيه الكلمة. يا سلام. والواقعية في حياة الإنسان تريحك وتكسب رضا الناس ورضا نفسك على نفسك. الإنسان والآدمي إذا عاش الواقعية في حياته يصبح الناس كلهم راضين عنه. يا سلام. والتقنص لبعض الشخصيات والتقليد قد يصبح ياخذ الانسان فيها مسلك غير طيب. نعم. صحيح. فعش واقعيتك والشيء اللي اختاره الله لك. صحيح. بدوني. وكلما تميزت كلما كنت اميز. يا سلام. ها؟ نعم. يا سلام. طبعا ابو فارس ما شاء الله تخصص في الطب البديل وخبره فوق 15 سنه ما شاء الله في برمجه الاعصاب واعاده التاهيل للاطراف. ودنا اهم شيء انه ما يسوي ابو عبد. لا قايلين له انتبه. يا ليت تعطينا بداياتك وإنجازاتك يا أبو فارس. الله يبارك فيك. الحقيقة يعني الطب البديل هو ليس البديل، هو الأساسي. ولذلك من بدأ في العلاج أو في الطب هو الله سبحانه وتعالى. يقول إبراهيم متأدبا مع الله قال يقول وإذا مرضت فهو يشفين. سبحانه. فالمشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. كون هذا يختص به الله سبحانه وتعالى ويعطيه من يشاء مثله مثل الرزق، يجعل فيه السبب ويجعل فيه الأصل. بدأت قصة الطب البديل مع بداية نبي الله سبحانه وتعالى هو عيسى ابن مريم المسيح. يا سلام. وكان المسيح كما يقول أهل العلم في تفسيره يقولون أنه كان عيسى عليه السلام يمسح بيده، فكان إذا مسح بيده شاف المريض بين يديه وهو يبرئ الأكمى والأعمى، وشاف على يده الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة. وكانت إعجازه ومعجزته لبني إسرائيل قومه أنه يشفي مرضاهم ويخلق لهم من الطين كهيئة الطير. يقول هو يقول عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى لسان عيسى قال وأخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الله أكبر. واختارت بني إسرائيل اختاروا خلقا، يعني أحيانا يأتي سؤال يقول ما هو الخلق الذي خلقه الإنسان على رأي الإنسان واختيار الإنسان. اختيار الإنسان الذي اختاره وخلقه هو طائر. لما أتى إلى بني إسرائيل قال لهم ماذا تريدون أن أصنع لكم؟ أخلق لكم. قالوا أخلق لنا من الطين طيرا. قال أبشروا أخلق لكم الطير. قالوا لا نريد طيرا كالطير المعتاد، نريده بلا ريش، يطير بلا ريش، ونريده بلا منقار يكون له أسنان، ونريده لا يبيض، نريده أن يلد، ثم لا نريده أن يعيش على الأشجار، ثم قالوا لا نريده أن يعيش على يطير في النهار يطير في الليل. شكل ذا الخفاش يعني بيض الله وجهك. فكان هذا هو الخفاش. فمقارنة يقول أهل العلم انظروا لما تدخل العقل البشري في الخلق فكان هذا اختياره وهذا إنجازه. ها عجيب. والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه أبشع مخلوق على وجه الأرض، ولا منه فائدة بل منه الأمراض ومنه، ويكفي من هذا عيشته في الكهوف في الظلام ويقال أنه يمص الدم كذا من هذه الأمور. فليس له فائدة في المجتمع بعكس بقية المخلوقات التي لما قال الله سبحانه وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحانه أحسن الخالقين، معناته فيه من يخلق غير الله لكن الله أحسن الخالقين. والله سبحانه وتعالى متقن في خلقه، فلا يخلق شيء إلا له حكمة. ويقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم. فكانت بداية الطب اليدوي بداية عهد نبي الله المسيح عيسى بن مريم. تطور هذا المسألة حتى أصبحت
التطورات في الطب البديل، وأصبح الطب اللي يرى الآن هو يسمى بالطب الأصلي من 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 مبتكرات ومن علوم ومن من أبحاث ومن، لكن الأصل في الطب هو الطب البديل، هو الطب اليدوي، بداية الطب هو اليدوي. نسأل الله أن الله يشافي كل مريض. هذه بمعنى يعني اليدوي كيف يعني؟ اليدوي هو ملامسة اليد لأعضاء الجسم المقابل. يعني وكون الإنسان يشخص الإنسان، أنا أشخص المريض مثلاً من يديه، أعلم أن عنده مشاكل في الجزو العلوي. أبو حاتم رايحين فيها أبو حاتم. أنا يعني ما عجبتني، نبغى تشخيص على الحال. أنا ما عجبتني مشيته ولا رقبته، فيها ميل يعني من يسارها. أشوفها رايحة فيها. نعم. ويبيله يحذف، يبيله ترصيص. يبغى له ترصيص. يبغى له ترصيص. ورقبتها قصيرة والظاهر إن فيها نقص فقرات في الرقبة. إيه عادي. ابن عمي. فتح له مجال لك حطام. يا مرحبا أخوي عزيز، حنا رجعنا العزيز، يا هلا وسهلا. عزيز الذيابي يا هلا. كلبك طال عمرك. أنا تشرفت بدعوة طيبة من القناة الفاضلة قناة الواقع، حقيقة هذا علم يا مرحبا يا مسهلا.